مش كده وبس، كمان في خبر تاني عن محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي ومحمد شريف نجم ومهاجم النادي الاهلي، تواجدوا في قائمه افضل هدافي العالم خلال عام 2021 وفقا لما نشره الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء. تصدر القائمه طبعا روبرت ليفندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الالماني برصيد 56 هدف، وجاء محمد صلاح في المركز رقم 18 في القائمه بتسجيله 32 هدف خلال عام 2021، فيما جاء محمد شريف في المركز رقم 28 بتسجيله 29 هدف، والكلام ده لغايه يوم 31 من اكتوبر الماضي. كمان نجح اربع مهاجمين اخرين في كسر حاجز ال 40 هدف خلال عام 2021، وهم ايرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الالماني، ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الانجليزي، والجزء بقى اللي يخصنا السوداني محمد عبد الرحمن لاعب الهلال، واللي اصبح هو اول لاعب سوداني على الاطلاق يسجل 40 هدف في عام واحد، حاجه لطيفه جدا لما نشوف نجومنا المصريين والعرب بيتالقوا على الصعيد الدولي.